طالح يصير يلبس بده يلبس نفسي، بس انا بدي اصير مثل غيري، او انا بدي اصير مثل كريم اسوق سيارات، انا مثلا بدخن يصير كلهم بدهم يدخنوا. فاي شيء انا بسويه كصانع محتوى غير محتواي حيشوفه كشخصيتي حيصيروا بدهم يعملوا نفسي. عليك مسؤوليه كبيره الحين غيرك. ايه فبتحسي انه لازم انت تبيني باحسن صوره، تورجي الناس شو الصح وشو الغلط غير المحتوى اللي بتسويه، وتوصل الرساله للناس. وبالناحيه انه يفتح الواحد اكثر من منصه، فهذا شيء اجباري بحس، يعني مثل كان واحد برجع بقول لك كان عنده محل بده يفتح برانش، فانه بيفتح محل ثاني بيوسع منطقه ثانيه ولا ايوه تغير شوي، يعني نفس بيكون المحتوى بس بتغير لمسات فيه. الترند هو نفس محتواك بس انه الترند بيعطيك بوش، مثلا طلع ترند كريم بالسيارات، بيدخل هالترند له علاقه في لمسه بالسيارات، فبيعطيه بوش انه ينشهر كمان اكثر، انه يوصل لعدد كبير من الناس. بس والله يعطيكم العافيه.